في محافظة الإسكندرية، تضرب الإسكندرية غدا. دكتور إيمان مساء الخير. مساء الخير على حضرتك أستاذ أحمد، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. ماذا عن خريطة الغد وإسكندرية؟ بكرة أجازة، وبالتالي إيه اللي عندكم كمان كأرصاد؟ حذرتوا إيه إسكندرية، وهل في محافظات أخرى غير إسكندرية ولا لأ؟ هو طبعا النهارده البداية الرسمية والجغرافية لفصل الشتاء 21 ديسمبر، وبيتزامن معاها وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا. ده بيعمل على تكون السحب وسقوط الأمطار المتفاوتة على معظم المناطق الشمالية. خريطة الأمطار غدا إن شاء الله هتبدأ الأمطار إن شاء الله على السواحل الشمالية الغربية زي مطروح واسكندرية، وتمتد لكفر الشيخ والبحيرة. هتكون أمطار متوسطة في معظم ساعات النهار، ويمكن هتتكرر أكتر من مرة في ساعات النهار الأمطار متوسطة، لكن هتزيد كمياتها مع دخول فترات المساء إن شاء الله. أما طبعا باقي محافظات السواحل الشمالية زي دمياط وبورسعيد والعريش ورفح هتكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة. محافظات الوجه البحري أيضا هتتعرض لسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة الشدة، والقاهرة الكبرى أيضا متوقع سقوط أمطار تبدأ خفيفة وتكون متوسطة في بعض فترات من اليوم، وطبعا خاصة مساء اليوم تكون أمطار متوسطة طبعا خفيفة المتوسطة في بعض المناطق من القاهرة الكبرى زي القاهرة والجيزة والقليوبية، وتمتد أيضا لمناطق من شمال الصعيد زي بني سويف والفيوم. دي المناطق اللي هتتأثر بالأمطار، وأيضا بعض المناطق من شمال سيناء، ده مع نهاية اليوم تبدأ تتأثر بسقوط الأمطار. أما طبعا بالنسبة للرياح، فالرياح هتكون معتدلة، مفيش أي مشاكل في الرياح أو في ارتفاع الأمواج، الأمواج مستقرة تماما سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط. لكن هي سقوط الأمطار تعتبر دي أول حالة في فصل الشتاء لعام 2022، فمهم جدا إن احنا نتابعها أول بأول. وفعلا يعني معظم المحافظات الشمالية هتتعرض لسقوط الأمطار بدرجة متفاوتة من الشدة. هل نصحته غير اسكندريه يدوا اجازات؟ يعني اسكندريه اللي هو محمد شريف معانا من شويه وقال انه ادى اجازه بكره للمدارس والمعاهد الازهريه، وبالتالي انه هل نصحته مطروح مثلا، كفر الشيخ، البحيره، المحافظات، بورسعيد، شمال سيناء، المحافظات اللي هيكون عليها امطار بكره؟ هي الحالة عدم الاستقرار تعتبر حالة متوسطة من عدم الاستقرار، فما فيش ما فيها مشاكل إن شاء الله، يعني مش هيكون فيها خطورة. يعني يمكن مطروح يمكن هتتعرض فعلا لكميات أمطار ممكن تغزر في بعض المناطق زي سيدي عبد الرحمن، زي الضبعة، زي العلمين، دي المناطق اللي ممكن تتأثر بأمطار إلى حد ما بين متوسطة وغزيرة في مطروح. لكن باقي المحافظات هتكون الأمطار في الحد المعقول، يعني أمطار تعتبر متوسطة، وحالة عدم الاستقرار كلها عموما تعتبر حالة متوسطة ما فيش منها قلق. وكمان كمان محافظة جنوب البحر الأحمر زي حلايب وشلاتين ومرسى علم أيضا هتتأثر بالأمطار، فيعني نقدر نقول إن الأمطار محاصرة جمهورية مصر العربية من الشمال ومن أقصى الجنوب الشرقي. هل مستمرة معانا كتير يعني بكرة وبعد ولا بكرة بس؟ لا، يوم الجمعة مستمر الأمطار على بعض المحافظات، المحافظات الشمالية، الوجه البحري، ممكن يكون في فرص أيضا على القاهرة، لكن احنا يعني يوم بيوم بنكون بنحدث التربوعات الجوية، لأن وارد يكون في تغيير في الخرائط، واحنا بنتابع مع جميع المحافظات، كل محافظة في متنبئ جوي متخصص مع المحافظة بيتابع معها على مدار ال 24 ساعة خرائط أمطار ساعية، صور أقمار صناعية ساعة بساعة ولحظة بلحظة، ولو في أي تحديث بيتم إرساله للمحافظة فورا، وأيضا لغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء. ودي متابعه حيه بقالنا اكتر من سنتين شغالين بهذا النظام، كل محافظه متخصص ليها ومتنبئ جوي بيتابع معاها لحظه. بكره حاله عاديه من الجو ولا حاله متطرفه؟ لا، هي حاله عاديه جدا، عادية. حاله شتويه عاديه جدا، انخفاض طفيف في الحراره بحوالي درجتين، يمكن بدانا نحس بهذا الانخفاض هذه الليله. طبعا بدات تختلف درجات الحراره عن الاسبوع الماضي، كانت بتوصل درجات الحراره العظمى ل 24 واحيانا 25 درجه والصغرى 17 درجه. هذه الليله سجلت العظمى القاهره 20 درجه والصغرى المتوقع توصل ل 15 درجه، فنبدا نشعر بانخفاض الحراره. طبعا هيكون في غيوم غدا على معظم مناطق الجمهوريه، سحب هتكون موجودة معظم فترات اليوم، فهنبدأ نحس بدخول فصل الشتاء اللي احنا لحد دلوقتي ما شعرناش خالص بأي انخفاض في الحرارة. فيمكن غدا هنبدأ يكون في إحساس ببداية فصل الشتاء مع غيوم وسقوط الأمطار المتفاوتة، لكنها حالة عادية جدا، تعتبر حالة متوسطة مفيش منها قلق بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة إيمان شاكر. نروح إلى